ما شاء الله ما شاء الله، هذا أكل صحي. أوكي إيش؟ أوكي أعطيني باستا، ما أبغى رايس، ما أبغى. أعطيني شوي هذا شوي هذا، شوية باستا هذا، شوية باستا ثاني، شوية باستا ثالث. ما شاء الله ما شاء الله، اختار نوع الكاري. هيلثي فود، شوفوا انواع الصوص، انواع الدجاج، انواع السمك، انواع الروبيان. طيب ايش اختيار هنا؟ ايش؟ طيب اعطيني روبيان، حط لي شوية جارليك وشوية الثاني هذا. ما شاء الله ما شاء الله. كلين بروتين، وجبة مجانية طبعا عن طريق أحد من الأشخاص، كوبون. الله يبارك في اللي جاب لي كوبون، يبارك في جميع الناس. هي الهدى بالخبر. الله المستعان الله المستغاث. عيادات برايت التخصصية، أكاديمية الروبوت، بولينو. هون طبعا سيارة تويوتا الخبر. احنا شارع البيبسي تقريبا، هذا بيسموه كمان شارع البيبسي، لأنه كان من زمان مصنع البيبسي، مصنع القصيبي للبيبسي. هاي مسببات الحساسية، هاي الوجبة. ما شاء الله ما شاء الله. ادفع فلوس؟ لا هذه فلوس. ما شاء الله شكرا، مجانا. يلا اوكي، الساعة كم سكر؟ الساعة 11 ها؟ 11 ونص. يلا اوكي شكرا. قلنا لو صار في المحبة بين جميع البشر، المحبة الخالصة النقية الطاهرة الحقيقية، هاي المحبة زي كيف يحب الأب ابنه، أو الأم بتحب ابنها أو بناتها أو أولادها، بيسامحوا أغلاطهم، بيعطوهم من غير مقابل، بتمنى لهم الخير. ومن حبنا لله بس نحب كل الناس، ساعتها بتروح كل الحروب، بتخف الحروب، بتخف الأمراض، بيروح الجهل. بس لازم الحكام والأمراء والعلماء هم كمان يحبوا بعض.